நடத்தக்கூடிய ஒரு மதிப்புக்குரிய இடமாக ஆக்கிய ருவாயாக. நாங்கள் கேட்ட இந்த சிறிய துவாவை உன்னுடைய தனிப்பட்ட கிருபையை கொண்டு அங்கீகரித்து அருள்புரிந்தல்வாயாக. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لنا ولكم بالقرآن العليم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا امين اللهم صل على رسول سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يا عباد الله إني أوصيكم وإياي أولا بالتقوى الله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم ارحم الخلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن غفار رضي الله عنه وعن أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن بنت الرسول فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعن سبتين شهيدين فاضلين متفضلين سيدا سباب أهل الجنة سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن الذين عمن نبيك الحمزة واللقاص رضي الله عنهما وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين واللهن معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. إنك قريب مجيب الدعوات آمين. اللهم أجرنا من النار آمين. اللهم أجرنا من النار آمين. اللهم أجرنا من النار آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين. عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العليم الجليل الجبار يذكروه واشكروه ويزدكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.